لكن طيب توضحت لي الصورة جزئيا. ولقاءات المعموري معروفة، المعموري لم ولن يصلح مستشارا لأصغر صدريا، فلا يحاول ينصب نفسه مستشار للسيد ويدعو السيد إلى أن كان يصلي بجوار الجدار. احنا نصلي في كل مكان ونتحدى أي وقت، أما أنت تعتبر أنه دخول التيار الصدري للخضراء احتلال؟ لا، هذا كلام مردود عليك وعلى ساستك، هذا تعبير عن الرأي، ومن حق التيار الصدري عبر عن رأيه أينما كان وأي وقت. حلو. لا أنت ولا غيرك. وبعدين أنت خلي استشارتك للمالكي الهادي العامري القيس الخزعلي فيتهم. أيه. انت لا تقدم استشاره للتيار الصدري، ادعوك. اسمع. لا، مو شخصنا هو بس المقدم. اسمع. كضيف اعلامي يدور هاي الترندات، لكن انا اقول ان سماحه السيد يتعامل مع المواقف برويه، ولكل موقف هنالك صيغه، تبدا بالتظاهر السلمي والانسحاب من مجلس النواب وصولا الى المقاومه الفعليه الحقه، مو المقاوله. وممكن ان يكون للسيد مواقف اكثر من ذلك، لكن على جبار وعلى غيره ان لا يستعجلون. احنا ما عندنا دوله تحركنا، وما عندنا سلاح يجينا من برا، وما عندنا اجنده، وما عندنا اسرائيل ولا امريكا ولا ايران. احنا تيار صدري وطني عراقي ينطلق من أجندة وطنية عراقية، غير هذا ما عندنا. جميل. لا يظل أحد يثرثر ولا أحد يستعجل، لأن الليل بعده بأوله، وسيد مقتدى الصدر عنده مفاجآت كثيرة إن شاء الله.